السلام عليكم. ازيكم يا اولاد؟ باذن الله سبحانه وتعالى نبدا ناخذ الافعال الخمسه والاعرابات. خلي بالكم معايا، احنا الاسبوع الماضي خدنا حروف نصب الفعل المضارع وحروف جزم الفعل المضارع. هنقول هنا يلعبوا، هنرجع بسرعه كده على الدرس السابق. اجي العبوا، وقلت هنا يلعبوا وهنا يلعبوا. دي نوع الفعل، هنا ده فعل مضارع، فعل ايه؟ مضارع. والفعل المضارع دايما مفعول. يبقى انا بقول هنا لو يلعب اذا لم يسبق حروف نصبها او تنزيمها فهو فعل مضارع مرفوض بالضم يلعب. هنا اللي نسب الفعل المضارع خدناه الاسبوع اللي فات الحروف الاتيه ها ان ولن وكي، برافو عليك، وحتى ولام التعليم. ولام ايه؟ التعليم. دي الحروف اللي حاطه فعل مثال كده بقولها لن يلعب احمد الكره. يبقى جت كلمه هنا يلعب فعل مثال دلوقتي مرفوع ولا منصوب؟ لا يا شيخ، برافو عليك يا ولد، ده منصوب بالفتح. منصوب ايه؟ بالفتح. يبقى هنا لما أقول محمد يلعب، هنا يلعب الفعل المضارع مرفوع. ليه مرفوع؟ لم تسبق حروف نصب أو حروف إيه؟ جر. أنا خدت حروف النصب الأسبوع الماضي أن ولن وكي وحتى ولم التعليم، وجبت لك مثالها لم يلعب. يبقى الفعل المضارع منصوب وعلامة نصب إيه؟ الفتحة، لأن سبقته أداة نصب اللي هي لن. وهفرق بين زمان الثاني اللي يقول أن، لازم تبقى حاسس كويس، وأن. أن دي تدخل على الجملة الفعل إيه؟ على الفعل المضارع. أن يلعب، أن يشرب، أن. سكر النون. لكن أن هي دي حرف الناس اللي احنا خدناه قبل كده، بيدخل على الجملة الاسمية. بيدخل على إيه؟ الجملة الاسمية. النون مشددة، الشدة دي عشان في زمايلكم بيغلطوا أو بيخطأوا. بين ان وان، ان دي تصل على الجمله الاسميه على المبتدا والخبر، لكن ان تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل ايه؟ المضارع الصحيح. تعال هنا، ان حروف النصب مسمناها ان ولن وكي وحتى ولم التعليم. طيب امتى يلزم الفعل المضارع؟ سبقته. يلزم الفعل المضارع، خلينا نضاف عليه قول يا محمد، برافو عليك. اللي في الفيلم المضارع ايه يا ولاد؟ بلا ان ايه؟ ولام الامر. لا ان ايه؟ ولام الامر. وعندك كده كمان؟ لم. اداه تلزم الفعل المضارع، جت تلزم الفعل ايه؟ المضارع. خلاص يا ولاد؟ كلمه هنا مثلا هنا يلعب، لا تلعب، هنهي عن لا تلعب، اسمها لا ان هي دي بتلزم الفعل المضارع. ولاحظ برضه الفرق بين لا النافيه ولا ان هي، في زمان كتير بيخطئوا فيها. لا النافيه بتنفع عامل الشيء، انا بقول محمد لا يلعب، يبقى ده نفي، ما تاثرش على الفعل المضارع. اللي بياثر على الفعل المضارع اللي هو لا ان هي، واللي خدناه في الاسبوع الماضي برضه، بتنهي عن عمل شيء، بتنهي عن عمل ايه؟ شيء. فانا بقول لك لا تلعب، يبقى هنا بقول فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه ايه؟ السكون. تعال شوف درس النهارده الافعال الخمسه. العلم، اقرا المثال يا بابا. العلم والايمان يمثلان قوه الامم. لاحظ معايا هنا فين الفعل المضارع هنا يا اولاد؟ يمثلان. واحد يقول لي ده مثنى، يقول لا ده فعل يا بابا، ده فعل مضارع. اوعى تقول مثنى عشان مضاف اليه الف، يقول لا الفعل يختلف عن الاسم. ده يمثل، ده فعل مضارع صحيح. ضفت لها الف باثنين فقال يمثلان، يلعبان، يشربان. هنا مرفوعه، اقول مرفوعه بالضم ولا مرفوعه بالالف ولا مرفوعه بسكوت النون؟ اللي خدت النفر بالالف اللي هو المثنى.
خلاص من فوق قدامه لو اسم مفرد لكن ده فعل. ده مثال. في حاجه كبيره. احنا مش عارفين مبادئ قبل كده. الفعل المضارع الصحيح اللي بضيف عليه حرف الاثنين اسميه مرفوع بثبوت النون. مرفوع بايه؟ بثبوت النون. زي يمثلان هو الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون. ليه مرفوع؟ لان لم تثبت حروف تنصبه ولا حروف ايه تنجبه. يبقى هذا الالف كلمه فعل مضارع ضفنا بها الف ايه؟ الاثنين. يبقى ده فعل مضارع والفعل المضارع مرفوع بثبوت ايه؟ النون. تعال نقول المثال الثاني. جلس فالمر من جلس الاصحاب فعل مرفوع بالضم من جمع تكسير. خلاص يوزعون في الفعل هنا يوزعون. سبق حروف تنصبه؟ لا. حروف تجزمه؟ لا. مرفوع بيا ولا نفس الكلام من الاول اتصلت به واو الجماعه. يبقى هنا اتصل بألف الاثنين هنا اتصل به واو ايه؟ الجماعه. فهنا مرفوع برضه بثبوت ايه؟ النون. فعل صحيح فعل مضارع صحيح ضفنا عليها على طول الواو والنون يبقى ده فعل مضارع مرفوع بثبوت ايه؟ النون. بسميه ده من الافعال الخمسه. من الافعال الخمسه. ولاحظ معايا اي فعل مضارع حط قاعدة المخ مرفوع بثبوت النون الاسم اللي ياتي بعده مباشره يعرف مفعول به. يعرف مفعول ايه؟ به. لان الواو هتبقى هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. يبقى المهام هنا هتبقى مفعول به منصوب ايه؟ بالفعل. هذه الفعلين اهم. واحد اتصل بألف اثنين واحد اتصل به واو ايه؟ الجماعه. خلاص؟ يرفعان بثبوت النون، مرفوع بثبوت ايه؟ النون. تعال لماذا جلس الاصحاب؟ لماذا يوزعون المهام؟ ليه؟ ليشتركوا. ليشتركوا. انا خدت اللام دي اسمها لام ايه يا اولاد؟ لام التعليل يعني لام شبابيه. ليه هنا بيوزعوا المهام ايه؟ ليشتركوا في المسابقه. فهنا لاحظ معاها فين نقول هنا؟ اتحدث. يبقى اذا الحروف اللي بتوصف الفعل المضارع بتحذف النون. بتحذف ايه يا اولاد؟ في الافعال الخمسه بتحذف ايه؟ النون. يبقى اقول هنا ليشتركوا. لما بالتعليم يشترك فعل مضارع. فعل مضارع منصوب لان لم تنصب منصوب بحذف النون والواو دي المعلومه ضمير متصل بمحل رفع فاعل. ضمير متصل بمحل رفع ايه؟ فاعل. اسمها واو الجماعه وحذفت النون ليه؟ لان دخلت عليها لام التعليم. لام التعليم اللي بتنصب الفعل المضارع. لو كان فعل صحيح يشترك كان منصوب بالفتح. فعل مضارع من الافعال الخمسه مرفوع بثبوت النون هتحذف ايه؟ النون في المسابقه. المثال اللي بعد كده انت يا نرمي تقرئين لزملائك. هنا تقرا في البناء تقرئين اسمها ياء المخاطبه. ياء ايه يا اولاد؟ المخاطبه. فعل مضارع اتصل به ياء المخاطبه فاقول عليه برضه فعل مضارع مرفوع بثبوت ايه؟ النون. يبقى اذا الفعل المضارع علامه الرفع بتاعه ثبوت ايه يا اولاد؟ ثبوت النون. تعال هنا لا تختلف هي تختلفان فدخلت عليها لانها هي اولاد برضه بتحذف النون. بتحذف ايه؟ النون. بقول هنا تختلف فعل مضارع مجزوم هنا لان دي لانها هي من ادوات الابتداء لفعل المضارع اللي خدناها الدرس اللي فات اللي هي لانها هي اللي انت بتبني على العمل فيه. لا تختلف يبقى فعل المضارع هنا مجزوم بحذف النون. مجزوم بحذف ايه؟ النون. وقول الالف دي في محل رفع فاعل. خلاص؟ ولتكتبي لام الامر. لام الامر تحذف ايه؟ النون برضه. يبقى فعل مضارع هنا مهزوم بحذف ايه؟ النون. لازم تحط قاعده مخك كويس. الحروف اللي بتجي بالفعل المضارع لان هي ولام الامر ولام الجازمه اللي بتجي بالفعل المضارع هنا في الافعال الخمسه ترفع بسكوت النون. ترفع بسكوت النون. وتنصب وتجزم بحذف النون. وتنصب وتجزم بحذف النون. خلاص؟ يبقى نيجي القاعدة يا ولاد. ايه هو الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة. هي كل فعل مضارع. اوعى تنسى دي. مش فعل مضارع مش فعل أمر. هي كل فعل ايه؟ مضارع اتصلت به واو الجماعه.
لسانها يعني عقول تسمي هو ايه الجماعه او الف الاثنين زي كلمتين هتمثلان او ياء المخاطبه زي كلمتين هتقرئين اوعى تكسر هذه الافعال خمسه كل فعل مضارع تصل بواو الجماعه او الف اثنين او ياء المخاطبه ترفع الافعال الخمسه بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذف النون اوعى تنشد اولا تاني الافعال الخمس هي كل فعل مضارع عادي اتصل به هو الجماعه زي يلعبون يشربون يكتبون ياكلون او اتصل به الف اثنين يمثلان يلعبان يشربان ينتمان خلاص او اتصل به ياء المخاطبه زي تقرئين تلعبين تشربين كل دي اتصل بها بالفعل المضارع تسميها الافعال الخمس ترفع بثبوت النون اوعى تنسي دي وتنصب وتلزم بحذف النون في جميع بعض الزملاء الاخرى يقول يا استاذ المؤمنون يقول لي مثلا مرفوع بايه؟ بسكوت النون لا ده اسم يا بابا ده جمع مذكر سالم خلاك مش هنخاف جمع مذكر سالم يرفع بواو وينصب بفعل الرجال ده اسم عشان بيفرق بين الفعل والاسم هذا لكن لما قلت يا العقول اهم قبل ما اشوف كلمة اشوف فعل ولا ايه؟ وانا قبل اعرف اي كلمة لازم اشوفها فعل ولا ايه؟ يلعبون ده فعل مضارع. انا في الاستمرار فعل مضارع. خلاص؟ طيب طالما اتصلت بيه واو الجماعة دي يبقى مرفوع بسكوت النون. مرفوع بسكوت النون. يبقى لازم تفرق بين جمع المذكر السالم والفعل المضارع. الجمع المذكر السالم مضيف على المفرد اللي ما غيرش صورة من المفرد. يعني مش يقولها معلم معلمون غيرت اي حد من المفرد بتاعه ما غيرش ولا حاجه بس ضفت الواو والنون في حد الرفع ضفت الواو والنون في حد ايه الرفع يبقى عليه جمع مذكر سالم علامه رفعه مرفوع بالواو مرفوع بايه؟ بالواو لكن هنا يلعبون خلاص ده فعل مضارع يقول عليه طالما اتصل بيه واو الجماعه يقول على الفعل المضارع مرفوع بسكوت النون. عشان تفرق بين الاثنين من علامة الرفع الواو يعني جمع مذكر سالم ومن علامة الرفع سكوت النون لأنه فعل مضارع من الأفعال الخمسة. من الأفعال الخمسة. لو عاوز أي سؤال أي سؤال أو أي سؤال اسألني. دي بسميها يا بابا ألف اثنين. بسميها ألف اثنين. عشان العلم والإيمان حاجة واحدة يعني العلم واحد والإيمان اثنين. يبقى دول اثنين فنقول مثلا فعل مضارعها ونرفع بسكوت النون وحط قاعده مخط ثاني اي اسم هيأتي بعد الفعل المضارع المرفوع بسكوت النون يعرف مفعول به يبقى هنا مفعول به منصوب بالفتحه والام بيضاف جاي بالكسر مضاف جاي على مدار الكسر درس اصحابه ما لهم يوزعون جمله فعليه فعل مفاعل هنا المفروض الضم اللي بيعمل تكسير يوزعون ده فعل مضارع مرفوع بسكوت النون لان لم تثبت حروف نصب او حروف جر او حروف ايه؟ جر نفس الكلام هنا دخلت عليها امتحانها ليه؟ ده امتحان كلام شبابيه ليشتركوا يبقى حذفت النون حذفت ايه؟ النون يبقى كل يشترك فعل مضارع والواو ضمير متصل مبني في حال رفع فاعل خلاص؟ طب نصبت بيه يا استاذ؟ نصبت بحذف ايه؟ النون كلمة الشرك من الأفعال الخمسة في المسابقة اللي هو اللي أنتم عارفين أنت ضمير مخاطبة متصل بالشرك من باب التقرير اسمها ياء المخاطبة ياء المخاطبة هي هو المفروض بثبوت النون لم يسمح حروف النصوب ولا حروف يكتبوا ولما لما ما دخلتش على حاجة بسميها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نفس الكلام هنا دي لا إلا إيه حذف النون
وبلاقي لان هي تخاف فتح وظهر مدلول بحرف نون والالف اللي في الكلمه في محل رفع ايه؟ فاعل في الاختيار ده ومجرور. ولتكتبي هنا من امر بخاطب بنت قدامها امل فبقول لها ولتكتبي، يبقى هنا برضه جزء مدلول بحرف غير مجرور بحرف نون وهي مجرور بحرف نون لان لا هي تاتي فتح وظهر ولا من امر كاتب فتح وظهر لكن هي نسبه فتح وظهر. النصب والجزم والجزم على طول بحس النون هو حد مسكها وهقولها لكم تاني حتى ليه؟ ما تغلطش او تخطا بين كلمه جمع مذكر سالم وعندك بين الفعل المضارع قبل ما تعرف اي كلمه في الدنيا كلها شوف الكلمه فعل ولا اسم؟ فعل ولا اسم؟ يعني هقول دفاع لكن معلومه ده اسم اسم على مسمى ما هو ايه هو الاسم؟ كل حاجه في المشكله تبقى ايش؟ اي حاجه تشوفها بعد الدين تبقى ايش؟ ومن عرفت اسم كتير التنوين الالف واللام الاضافه كل الاخيره تاء مربوطه اي حاجه تشوفها بعد كده تبقى ايش؟ اي حاجه في المشكله كده تبقى ايش؟ خلاص؟ لكن الفرق ده عمل يلعب ياكل يشرب يبقى قبل ما تعرف اي كلمه تشوف هي فعل ولا ايش؟ فهي معلومون ده ايش؟ يلعبون ده فعل لما فوق بالواو اللي هو مذكر سالم لما فوق بسكت النون لان فعل مضارع من الافعال الخامسه. ويا اولاد اللي عاوز اي سؤال يسالني والاخ تختار وحلف الرباط 37 وانا معاك ادينها لو عاوز اي مثال اي حاجه اللي تحت وانا بقى في الحصه القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى.